سيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء، السادة المستشارين، السيدات المستشارات المحترمين، كنظن بأننا متفقين من خلال البرنامج الحكومي على أنه مركزية التشغيل في السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي. هذه مسألة، ولكن السؤال اللي بغيت نطرح اليوم السيد رئيس الحكومة، واش مدونة الشغل وهذا الإطار التشريعي اللي كنشتغلوا فيه اليوم قادر على أن يحقق هذه المركزية للتشغيل؟ أولا المدونة ديال الشغل غارقة في الشكلية. مدونة الشغل بمنطق وبفلسفة العقد المدني، عقد الشغل بحاله بحال العقد ديال الزواج الكاثوليكي الذي لا يقبل الطلاق. مدونة الشغل ألغت مفهوم ومبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة. أنا متفقين بأنه التشغيل اليوم محتاج للاستثمار، والاستثمار محتاج للتشغيل، وهما بجوج محتاجين ثلاثة ديال الآليات في نظري أنا وفي اعتقادي احنا في المجموعة ديال العدالة الاجتماعية. الآلية الأولى هي الآلية ديال الحكامة، والآلية الثانية هي الآلية ديال الرقابة، والآلية الثالثة هي الآلية ديال التدخل ديال الدولة. اليوم خصنا الحكامة في التشغيل، وخصنا نشغلوا الآليات ديال الحكامة، لأنه ماشي ما عندناش المشكل اليوم في البرامج. راه المغرب فيه نقدر نقولوا التخمة ديال البرامج، ولكن الإشكال فين كاين؟ في التنزيل، في المواكبة ومتابعة والمصاحبة ديال التنزيل ديال هذه البرامج. اليوم في الاقتصاد الوطني إلا جينا بغينا نقطعوا مع المنطق ديال الريع والمنطق ديال الكريمة، واحد ناعس واحد خدام عليه، بغينا نقطعوا مع المنطق ديال نشتغلوا على المنطق ديال الفلسفه والمنطق ديال المؤشرات، وبدأوا نغفلوا المنطق ديال الاهداف. اليوم الا شفنا جميع البرامج اللي دارت في المغرب هي برامج متميزه ونتمينها، ولكن راه كاين الاشكال في التنزيل ديالها. واحد العدد ديال المبالغ كتهضر، واحد العدد ديال الاموال كتهضر، ولكن ما كتحققش النتائج اللي بغينا. اليوم غادي نجيو نهضر بكل موضوعيه على البرنامج ديال القضيه اليوم ديال التوزيع، سلاسل ديال الانتاج وديال التوزيع ديالها، ما يصطلحوا عليه اليوم في الدارجه المغربيه بالشنقه. هادو هما كيربحوا اليوم، المنتوج كيخرج اليوم الدلاح ب 15 فرانك درهم، قل من درهم، وتيتباع ب 4 دراهم، الليمون ب 10 سنتيم ولا 50 سنتيم، وتيتباع ب 3 دراهم. شكون اللي كيربح؟ هاد الناس واش كاين اللي كيضبط لهاد الآلية وهاد السوق وهاد هاد الناس اللي كيوزعوا واحد العدد ديال الأمور اللي خصها تضبط؟ اليوم بغيت نرجع للقضية ديال الفرصة. هذا مشروع اللي هو متميز، مشروع ديال الفرصة، أنا كنعتبره مشروع متميز، ولكن الإشكال فين كاين؟ خرج من الخيمة مايل. واسمح لي سيد رئيس الحكومة غنقولها لك بكل صدق وبكل موضوعية، لأنه الإسناد ديال هذا المشروع لشركة الهندسة السياحية المغربية، أنا في اعتقادي هذا ماشي منطقي وماشي معقول. علاش؟ لأنه بقيت كنقلب على جميع المصطلحات اللي غنوصف بها الشركة، وما لقيت إلا المصطلح الوحيد بأنها شركة فاشلة. وماشي أنا اللي تنقول هادشي، التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات هو اللي تيقول، هذا تقرير ديال المجلس الدستوري، هذا تقرير ديال هيئة قضائية، تيقول بأن هاد الشركة بغينا تنجح، إلا غتنجح على الأقل تنجح غير في داكشي اللي كدير في الهندسة السياحية. فيها هي المشروع ديال البرنامج ديال سنة 2010، فينا هو البرنامج ديال 2020. المشاريع كلها ما تنجزاتش، فيها اللي ما تنجز فيه حتى 1%، وفيها اللي ما تنجز نهائيا، مشروع قريتي، مشروع مدينتي. لذلك هنا تنقول اليوم الا كنا غادي نكلفوا شي حد وغادي نعطيوا شي حد يتكلف شي حاجه نعطيوها، حنا كنا كنتقلبوا على الكفاءات ونقولوا بان الناس اللي غادي يتبعوا هذا المشروع هما الناس اللي عندهم الكفاءات وعندهم الاختصاص. ولكن فاذا بنا كنهضروا على المؤثرين، ما علاقه المؤثرين بالمجال ديال التشغيل؟ كما كنقولوا ما علاقه المجالس العمل وقلناها والاقاليم بالمجال ديال التشغيل في الاوراش؟ لانه الاشكال فين كاين اليوم؟ الجمعيات اللي كانت كتستافد من الدعم العمومي هي نفسها الجمعيات المحترفه اللي جات عاود وكتستافد من هذا. راه المغرب اليوم الا بغينا باش يزيد له قدام، راه ما غادي يزيد الا باعاده النظر في البرامج، ونراقبوا اي مبلغ واي ملايير كتصرف من الميزانيه ديال الدوله فين كتمشي، ونواكبوها من الاول. ماشي حنا ما عندناش اليوم، خصنا واحد الاليه ديال الرقابه، وانا تنقول للسيد رئيس الحكومه انه تكون عندنا اليه ديال الرقابه كوكاله ديال الرقابه الوطنيه اللي نوحدوا فيها. اليوم عندنا مفتشين في وزاره التعليم، مفتشين في وزاره الداخليه، مفتشين في وزاره الماليه، لماذا لا نوحد هذه الاليه ديال التفتيش وديال الرقابه وتكون تحت الاشراف ديال رئيس الحكومه؟ لان ذاك اللي كيدير السياسه وكيدير البرنامج ما تسناش منه انه هو يراقب راسه براسه، لا، خص تكون اليات ديال المراقبه. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس.